صباح الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم عيون مصرية. الحقيقة في بداية برنامجنا معاكم النهاردة بنعتذر عن يعني تواجد الفنان المحترم الفنان القدير أحمد فرحات معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله بإذن الله هنجدد فقرة مواهب مصرية إن شاء الله وهنستمر بها، ولكن هناك إعداد جيد لتجهيز المواهب ويعني محاولة للاستماع الجيد للأصوات والمواهب الفنية، وإن إحنا بنشاهد تدريبات وبنحاول كمان إن إحنا بندربهم. كل هذه الأشياء بتستدعي إن إحنا نتدبر في كل حلقة بنقدمها عشان نقدر حقيقي إن إحنا نقدم مواهب حقيقية تبدع وتؤدي ويستفاد منها المجتمع وتستفاد هي أيضا من المجتمع بهذه الموهبة بتحقيق أهدافها وأحلامها. إن شاء الله بإذن الله برنامجنا النهاردة هيكون معانا ضيوف محترمين جدا ولهم قدر كبير وباع كبير في المجال العلمي. هيكون معانا في الفقرة الأولى واللي هتشاركني فيها الإعلامية الزميلة علياء أحمد، هيكون معانا المهندس طارق سماحة المنسق العام لقبيلة آل سماحة على مستوى جمهورية مصر العربية وخارجها وعضو الهيئة العليا للمجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية، وهيكون معانا إن شاء الله في الفقرة التالية أو الثانية هيكون معانا مهندس أحمد منصور استشاري الجودة والتطوير المؤسسي. ولكن دعونا قبل ما نبدأ فقرتنا مع حضراتكم ننوه على يعني نهنئ كل الشعب المصري باحتفاله بنصر أكتوبر المجيد، هذه الذكرى الخالدة في أذهان جميع المصريين وأذهان جميع أبناء الوطن العربي. الحقيقة أنا عايز أقول إن حرب 6 أكتوبر سنة 1973 كان هناك كثير من الجهات والمؤسسات والدول التي لها دور كبير جدا في تحقيق هذا الانتصار الخالد وهذا الانتصار العظيم، وما ننكرش أبدا دور قطاع البترول الحيوي والعريق في حرب وانتصارات 6 أكتوبر. تابعنا خلال الأسبوع الماضي المنتدى الثقافي الذي تم تنظيمه من النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول بقيادة الأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة لقطاع البترول ونائب رئيس اتحاد مصر، وكانت هذه الندوة أو هذا المنتدى يعني عن دور قطاع البترول وتأثيره في الاقتصاد المصري. إن شاء الله نطلع تقرير بلقاء الأستاذ محمد جبران مع حضراتكم ونرجع تاني نستقبل ضيوفنا اللي هيشرفونا في برنامجكم عيون مصرية. نرجع فاصل ونرجع لكم تاني. أستاذ محمد، حضرتك تابعنا حضرتك عن كثب ومتابعتك لدور النقابة العامة في دعم جميع العاملين في نشر الوعي الثقافي والمجتمعي على مستوى قطاع البترول والتصدي لجميع الشائعات التي يتم تداولها في قطاع البترول أو في أي قطاعات أخرى. كلمت حضرتك عن الموضوع ده النهاردة باستفاضة ووضحت هذه النقطة الهامة، يعني نحب ناخد كلمة من حضرتك للبرنامج عن إزاي نقدر نكافح هذه الشائعات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية طبعا أنا برحب بكم. احنا النهاردة لما نيجي نتكلم على الشائعات، هو دي الحرب القادمة، حرب الشائعات اللي بتفقد ثقة ما بين الشعب وبين القيادة بتاعتها متمثلة في جميع أركان الدولة. النهاردة كان في مجموعة معينة كان هدفها حاجة واحدة بس، هد القيمة والقامة اللي موجودة في كل حاجة. المدرس هد القيمة بتاعته، كبير العيلة هد القيمة بتاعته، رئيس شركتك برضو هد القيمة. هنا النهاردة لو حصل الكلام ده، وده فعلا حصل فترة بالفترات الأخيرة، ابتدى يطلع لك ناس غير مؤثرين ويتكلموا في أمور العامة. وهنا طبعا الموضوع ده بيحصل فيه يهد دولة، يعني فعلا حرب الشائعات دي بتهد دول، وده احنا شايفين القلق الموجودة في جميع البلاد اللي حوالينا. مش بنغني بيها زي ما الناس بيقول لك، انتوا كل ما تقولوا لنا تبصوا نبص الله، واحنا لو ما تعلمناش من اللي جنبنا واللي جنبنا واللي جنبنا ما هنعمل ايه؟ الحمد لله البلاد العربية او الامة العربية قائمة على ثلاث دول، العراق، سوريا، مصر. فلو احنا رجعنا للتاريخ هنلاقي نشوف لما وقعت الشام سوريا سندها مصر،
لما العراق وقعت سندتها مصر، طب لو مصر وقعت مين اللي هيسندها؟ فدايما بنلاقي ان احنا الثلاث بلاد دول احنا عندنا دلوقتي بلدين واقعين ما مش فاضل غير مصر، فلو مصر وقعت وقعت جميع البلاد العربيه. فبنحذر من هنا من هذا اللقاء حرب الشائعات. احنا شايفين في البرزنتيشن اللي اتعمل النهارده بنتكلم على المليون اكاونت جم من فين. لينا 400,000 اكاونت جاي من الجزائر، ارحل يا سيسي، هو بتاع الجزائر ماله ارحل يا سيسي. اللي جاي من قطر، بتاع قطر ماله ويتدخل ليه ويقول لي ارحل يا سيسي ليه؟ وهكذا. فاذا كل الاكاونتات دي مضروبه علشان يعمل ليك قلائل ويقول لك ادي الناس بتطالب بس مش مصر. احنا كنا استاذ محمد حاضرين هذا الاسبوع، كان في منتدى عن التدخلات الاقليميه في بعض الشؤون العربيه، ازاي نقدر نتصدى ليها لمكافحه الارهاب، وكان هذا المنتدى تحت يعني رئاسه السيد السفير النائب محمد عرابي وزير الخارجيه الاسبق، واتكلمنا عن الموضوع ده وتم التحدث والتطرق لموضوع مكافحة الإرهاب والتصدي للشائعات، وما هو دور الدول العربية أو دورنا إحنا كمصر في إزاي نحسم عملية التدخلات في شأن الدول العربية ببعضها البعض. إزاي نقدر من وجهة نظر حضرتك كرئيس النقابة العامة ونائب رئيس اتحاد مصر وتمثل فئة كبيرة جدا وطائفة كبيرة جدا من عمال مصر للتصدي مثل هذه، إزاي نقدر نكافح التدخلات من بعض الدول العربية التي تشجع على الإرهاب أو العنف؟ البداية ان احنا نوقف عندنا قبل ما بص على البلاد عايزة ايه مني. احنا لازم نحن من جوانا نوقف هذه الشائعات، وده اللي حصل في نزول جموع العاملين او جموع الشعب في عند المنصة بيقول للرئيس احنا عايزين الاستقرار. فدي كانت البداية اللي هي يمكن احنا بعدها لقينا الدنيا هديت قوي، لان في صوت طلع وهبالك، وده مطلوب ان احنا نطلع ونقول لا احنا محتاجين مصر مش محتاجين الخراب. اللي بيطلع بره وبيقولك انت بتطبل وبتعمل ده بيعايز يهد فيك انت، فلما يهد فيك فيخليك تسكت، لما تخلي ما يسكتش هو بيطبل للخراب. يقولك احنا عايزين نهد اركان الدولة ونعيدها تاني. طب الاركان الدولة تهدت في العراق، ايه اللي حصل؟ ما قامتش. في ليبيا ما قامتش، في اليمن ما قامتش. طب وانت عايز تهد هنا في مصر؟ خلي بالك انت بتتكلم على البلد التانية 20-25 مليون، ما هو مش جايين من حي شبرا. تخيل بقى انت مصر 100 مليون واحد، هنروح فين؟ صعب. فاحنا اول حاجة نقوي نفسنا، وبعدين نبتدي لما ده احنا نبقى نقوى قوي نبتدي نواجه الناس اللي برا. واحنا برضو الحمد لله واخدين خطوات، وده احنا شايفين في حرب تحت في اثيوبيا سد النهضة، في حرب شائعات جايلك من قطر وتركيا. طب دول هتعمل معاهم ايه؟ لازم اول حاجة ان انت نقوي نفسنا علشان نعرف نواجه هذول الاشرار. تحدث المستشار الاعلام للسفاره الليبيه في هذا المنتدى، وكان بيلوم جدا على قطاع الاعلام في مصر وبعض الدول العربيه بتاثيرهم يعني او تقصيرهم في موضوع ان مكافحه الارهاب والتدخلات من بعض الدول العربيه، وقال ان هناك اكثر من 400 قناه تلفزيونيه تبث البرامج والاخبار والفقرات المتنوعه، وناسين التغطيه الاعلاميه الواجبه في التوعيه الخاصه لكل اللي بتغطي الشعب العربي كله او الوطن العربي كله. حضرتك شايف من وجهه نظرك هل للاعلام دور كبير جدا ومؤثر في حسم هذه التدخلات وتصدي لمثل هذه الاشاعات، ودور الاعلام في النقابه العامه للبترول؟ الحقيقه احنا شايفين ان هو ليه دور كبير جدا في قطاع البترول من بدايه الدوره النقابيه الحاليه. تحب تقول ايه حضرتك عن دور الامانه العامه بالاعلام بالنقابه العامه للبترول ومتابعتها الجيده باشراف حضرتك لتصدي مثل هذه الشائعات والوقوف مع البلد في كل كبيره وصغيره؟ طيب انت في البدايه بس وديتني لحته بعيده، قلت لي الاعلام، وما بالك هي الجزيره، الجزيرة نفسها. شفت عمرك بلد في العالم موجهة قناة لبلد تانية تقعد تهاجم فيها 24 ساعة؟ ادي وضع شاذ، وبالك يعني من بلد عربي المفترض ان هو يكون داعم للوحدة العربية، انما ليه اغراض تانية وبالك خبيثة. النهاردة لما نيجي نقول دور الاعلام، الاعلام بيهد دول، وحصل هد دول فرق. فلا الاعلام دوره خطير جدا،
عشان كده لابد من الخريطة الإعلامية داخل جمهورية مصر العربية تتغير الفترة اللي جاية، ويبقى جاي يجيبوا ناس تانية ليهم قبول عند الشعب المصري علشان يتفاعلوا ويسمعوا. وما ينفعش أنا أجيب واحد أنا مش قابله وهسمع منه، ده كلام برضو لازم يعاد النظر فيه. وأنا شايف إن ابتدت الفترة اللي فاتت بعض الصحفيين اللي هم مقبولين وصوتهم مقبول عند الشعب ابتدوا ينزلوا الساحة تاني ويوعوا الناس، ودي ليها هيبقى تأثير إيجابي جدا المرحلة اللي جاية، لأن أنا برضو محتاج إن أنا أغير الخريطة الإعلامية. واحد اتنين، لابد من وجود وزير للإعلام تاني، لأن الموضوع إحنا سايبينه للقنوات الخاصة. وزارة الإعلام لابد من إنك ترجع تاني عشان تعمل تنظيم، إحنا سايبين القنوات الخاصة هي اللي بتقوم هذا الدور، إنما إحنا عايزين وزارة للإعلام تعمل تنسيق واخد بالك علشان الامور تمشي في الاطار السليم. ده دور الدوله، وان شاء الله انا عارف او يعني في بعض الشواهد بتاكد ان احنا ماشيين على طريق الصحيح. اما بالنسبه لدور النقابه العامه ودور لجنه الاعلام، دي اول حاجه احنا عملناها، ما كانش في لجنه اعلام، احنا عملنا لجنه اعلام مكونه من العاملين، عملنا موقع الكتروني متواصل الحمد لله دلوقتي بتواصل مع جميع العاملين ليه مصداقية. طبعا اي حاجة بتنشأ ما بتطلعش مرة واحدة في السماء، انما احنا ماشيين بخطوات يعني تكاد تكون كويسة، ما بنسرش الناس، ما بننزلش اخبار مغلوطة، بنتحرى كل خبر نازل. وفي نفس الوقت احنا مقسمين الاعلام لكذا بارتيشن، يعني في ناس متخصصة في التهنئات، الناس اللي هي بتلوم تقول لك انت النقابة بتهني، صدقني انا النهارده لما انت حضرتك واخد بالك يبقى ليك عندك مناسبه طيبه وتلاقي النقابه العامه بتقول لك مبروك، ده دور اجتماعي، ده البعد الاجتماعي والبعد المعنوي لدى العمال. يعني انا دي طبعا متابعه ومواصله من المسؤولين في النقابه للعمال. طبعا لما تحصل حاله وفاه ويبقى انت ما تسمعش وتسمع وتعرف بيها من خلال النقابه العامه او من خلال الموقع بتاع النقابه، ده دور ودور مهم جدا انك انت بتروح تطبطب على زميلك وتواسيه في ازمته، زي ما حصل مع الجماعه بتوع خالده اللي توفوا زمايلنا وما كانوش داخل القطاع، كان ليه تحرك لينا جامد جدا واخد بالك، وكان ليه الاعلام ليه تاثير جيد، يعني تاثير جيد. بيسكو حصل فيها برضو ازمه برضو في بدر الدين، رحنا وقفنا وسلطنا الاعلام عليها، الاعلام السليم اللي هو بيصلح مش بيهد، هو ده اللي احنا شغالين عليه. اتمنى ان العمال بتوعنا بتوع قطاع البترول يتفهموا ما احناش قناه مسيره، ان احنا بتجيب اخبار زي الاخبار اللي هي بتسير العاملين فقط او بتطلع اخبار مغلوطه علشان تعمل نسبه مشاهده، احنا ملناش دور ان احنا عايزين نعمل نسبه مشاهده قد ما عايزين ننزل حقائق زي ما احنا كنا لينا السابق في موضوع احنا ادي الارباح جت العلاوه نزلت، كان لينا السبق ان احنا نقول للناس، فبنقول لهم الاخبار اللي هي واخد بالك سليمه ما فيهاش فيها اثاره لجموع العاملين في قطاع البترول، قطاع البترول قطاع متميز وناس على وعي وناس مثقفه. وطبعا انا بشد على كل عامل وبشكرهم على وقفتهم لبلدهم وبقول لهم خلي بالكم من مصر. استاذ محمد، مصر تحتفل امس واليوم وكل هذه الايام بنصر اكتوبر العظيم، واللي كان قطاع البترول ليه دور قيادي ودور قائد ودور حيوي جدا في تحقيق نصر اكتوبر العظيم سنه 1973. كلمه من الاستاذ محمد جبران رئيس النقابه العامه للبترول نائب رئيس اتحاد مصر لكل الشعب المصري بهذه المناسبه والاحتفال بها. يعني انا صغير قوي ان انا اقول كلمه للشعب المصري بمناسبه انتصارات حرب اكتوبر، انما عايز اقول لكم انتصار حرب اكتوبر هو اللي خلانا نرفع راسنا تاني وكرامتنا ترجع تاني. وانت بتشكر طبعا سياده الزعيم الراحل انور السادات اللي هو كان صاحب قرار جريء في وقت كان كله بيتخلى عنك، لازم تشيد بهذا الرجل اللي هو استشهد نحسبه عند الله شهيد في ارض، انا اقول عايز اقول ارض المعركه قدام جنوده، ده شرف كبير جدا ربنا ادهوله، واثبتت الايام صدق كلامه وان الراجل ده كان عنده رؤيه لمئة سنه قدام. بص النهارده احنا بنتكلم ازاي على حرب اكتوبر، وبص الاسرائيليين نفسهم بيتكلموا ازاي الهزيمه وازاي الرئيس رجعهم بجامة كاستور وليها معنى ومغزى.
مصر مصر يا فرحتك يا مصر، مصر 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 يا فرحتك يا مصر. وكل شعب مصر يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد. تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وفؤادي، يا أغلى الأوطان في حبي وشيء عادي غيرك ما كل أداني. مصر بلادي وفؤادي، يا أغلى الأوطان في حبي وشيء عادي غيرك ما كل أداني، غيرك ما كل أداني. مصر مدت إيديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت إيديها لزعيمها ورمزها. رجع لينا الأمل وعاد لينا الأمان، رجع لينا الأمل وعاد لينا الأمان. مصر مدت إيديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت إيديها لزعيمها ورمزها. رجع لينا الأمل وعاد لينا الأمان، رجع لينا الأمل وعاد لينا الأمان. ونقول بصوت واحد تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وفؤادي ويا أغلى الأوطان في حب وشكر عادي غيرك ما كل أدان. مصر بلادي وفؤادي ويا أغلى الأوطان في حب وشكر عادي غيرك ما كل أدان. يا مصر يا أم التاريخ والعز عنوانك، يا أم الهرم والنيل يا رفع أعلامك. يا مصر يا أم التاريخ والعز عنوانك، يا أم الهرم والنيل يا رفع أعلامك. تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد أمجادك. تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد أمجادك. مين لينا غيرك، مين يا مصر من غيرك، في القلب شايلانا في العين شايلينك. مين لينا غيرك، مين يا مصر من غيرك، في القلب شايلانا في العين شايلينك. وكلنا يا مصر في درب من طينك، نرفع راياتك واسمك نهتف نغنيلك. وكلنا يا مصر في درب من طينك، نرفع راياتك واسمك نهتف نغنيلك. وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر. أيدا أنا